ثلثه بعدهم. تاريخ 3/1/2017 باشرت رئاسة محكمة استئناف نينوى بإعادة تأهيل دار القضاء في الحمدانية لغرض إشغالها من قبل الرئاسة والمحاكم التابعة لها، والحمد لله وبجهود الأخوة تم إعادة تأهيل البناية بشكل كامل، وتم انتقال كافة المحاكم من دار القضاء في الشيخان إلى الموقع الحالي، واستأنف العمل في محاكم الأحوال الشخصية للموصل ومحكمة تحقيق الموصل، إضافة إلى محكمة جنايات نينوى والهيئة الاستئنافية بصفتها التمييزية. وبهذه المناسبة نحب نوجه شكرنا للسيد وكيل وزير الداخلية الفريق الموفق، وكذلك الأستاذة وزيرة العمارة والإسكان والبلديات العامة والسيد مدير بلديات نينوى الأستاذ عبد القادر للخدمات اللي قدموها في مساعدة منهم في إعادة إعمار هذه المحكمة. والمحكمة حاليا تستقبل كافة المراجعين لغرض تثبيت عقود الزواج وتصديق عقود الزواج، وكذلك لغرض إصدار حجات الولادة وحجة الوفاة، وكذلك نستقبل الإخبارات والشكاوي الخاصة المتضررين من تنظيم الإرهابي داعش. وحاليا نحن في صدد فتح مواقع أخرى في داخل قضاء الموصل لغرض تسهيل مراجعة الأخوة المشتكين، وكذلك فتح محكمة خاصة بالأحوال الشخصية ومحكمة تحقيق الموصل. إضافة إلى ذلك أود أن أبين أنه رئاسة محكمة استئناف نينوى ومنذ تاريخ سيطرة التنظيم الإرهابي على قضاء الموصل لم تنقطع عن العمل للحظة واحدة. حاليا احنا في طور افتتاح محكمة جديدة في الجانب الأيسر للموصل لخلق تسهيل مراجعة المواطنين. صراحة المشكلة اللي موجودة عندنا تلاقينا الآن هي فقط العثور على بناية جديدة حتى تشغل محكمة الأحوال الشخصية وكذلك محكمة تحقيق الموصل، حتى نخفف على كاهل المواطن بالانتقال إلى الحمدانية. إضافة إلى ذلك أن كافة الأخوة النازحين من محافظة نينوى إلى الأقليم يتمكنون من مراجعتنا في دار القضاء في الحمدانية بسهولة، وكذلك نستقبل الدعاوى والشكاوى الخاصة من الأشخاص المتضررين من التنظيم الإرهابي. مراجعتي يعني بالمحكمة الاستثنائية لمحكمة الموصل نينوى، ونطالبهم على مود شهادة وفاة دواعش كتلو يعني ابن اختي، وعن جاي قدم طلب، وتعاون موجود مع بالمحكمة موجودين، واخذنا الإجراءات الكاملة ولا هذا.